يقولوا الفلوس ماشي هما كل شيء، ما هما غير وسخ الدنيا، ولكن هي كتقول لكن وسخ الدنيا الله يطليني به طول وعرض، عمرني نشبع منهم. وكيقولوا المرأة بحال نحلة، يا إما تعطيك العسل يا إما تلسعك، وهي بنت بحال كاع البنات باغا تعيش وتربي الريش، هي غير نية. ولكن راها عارفة النية في زمن التياب كينهشوها ويخليو البقايا ديالها الكلاب يشبعونهم. هي نية ولكن ماشي ديك النية اللي على بالكم، نية هادي ما سبقاها وعارفة اش باغا، دماغها خدام وضيء وحفظ تحرميات، وجلدها لونو كيتبدل في حال تاتا. ما تغركمش المظاهر حيت خداعة وبنادم طماع، اللي يكون معاك اليوم غدا يقدر يتقلب عليك. عليها قالوا درت النية ونعست مع الحية وصدقات عضاني وخلات سمها فيها. جاتني الضربة على غفلة من الناس العزاز عليا، وتعلمت أن النية في هاد الدنيا غير خطية، وما ندير الثقة غير في والديا. دار كبير وواسع مفرجة فراش تقليدي مغربي متول، زرابي وطلانت باينين باقي جداد، والتبيضة ديال الياقوتة الشهاي غير تبقي تشوي فيها. واقف راجل وقفة مستقيمة، حط يديه بجوج مور ظهرو ومخنزر حواجبو الغلاض مشروكين والملامح رجولية حادة ووسيمة. كيشوف الشرجم اللي قدامه وكيسمع الحديث الام ديالو وخوه. قال الشاب في مقتبل العمر عنده حقه من الزين، ما بيناش فيه من نوع المتبت، كيبان غير قزيقز ومفرفر. الزربة عنوان عكس خوه، كان كيخاطب الوالدة ديالو معصب وباينة فيه مصر على القرار ورغبته. الوالدة باغيها، باغي نتزوج بها، شنو المشكل اللي عندك معايا؟ هاو خويا تزوج، علاش انا دايره ليا العصف الرويضة؟ رقية امرأة باقا شادة فراسها، عندها شبه من الولاد بجوج من شوفة فيها كتبان حارة وصعيبة، جلسة قدامه معصبة أكثر منه. اسمع رضوان، ما تقارنش راسك بخوك، خوك بدار وبخدمته، نتاش عندك يا حمار؟ نهار وما طالنت تتسنى فيه يدور معاك، واش باغي تحمقني؟ كون ما خوك ما لقاو حتى فين نسكنو، داك الشي بالعاصي ديال باك ما خلالينا حتى باش ننقيو السنان ديالنا، غير خوك اللي خدم رضوان وصلنا لهاد الشي. اه وما تخلاش علينا، بدات تبكي. الله يرضي عليك، الله يرضي عليه، خرجت عينيها تاني فيه بحال ماشي هي اللي كانت دابا كتبكي. يا المسخوط، واش باغي تسكت لي القلب؟ الراجل اللي جنب الشرجم دار عندهم بثبات وقلبي ببرود. الوالده ما تفقسيش راسك صافي، وجه النظر ديالو عند خوك كيطلع فيه ونزل. غادي تخدم على راسك، قاد على راسك، قاد على راسك وتهز مرتك. سكت شوية، إلا كنتي تقد بهادشي مرحبا تزوج. دار رجل على رجل رضوان بارد، أنا الأهم عندي هو نتزوج بيها ونجيبها تسكن معانا. دور وجهو شاف الصالة وفراشة، تبارك الله الدار كبيرة وديجا عاطيني بيت فيها، إذن هذاك البيت ديالي أنا وياها واللي كليتو حنا معاكم، ياك ما نتقلش عليك حميد. رقية ضربت على جنابها مفقوصة، أويلي أويلي على المخنخن، أويلي غادي يقتلني، واش انت كتعرف هي تعول على اخوك ما تعرف دير والو في حياتك؟ يا ربي العفو من عندك يا ربي. حميد شاف مرجع شاف خوه بعد التفكير نطق، موافق، واجيب مرتك واجي سكن معايا، نهزك شهرين بالحساب وخرج قلب على راسك اش قلتي. رقية خرجت عينيها، أويلي حميد، أويلي ما تسهلش معاه، خليه راه باقي صغير على الزواج. صافي الوالدة شهرين بالحساب ما نزيدهاش معاه، ولي باغي وموصل نشوفو اش غادي يخرج منو كاع. رضوان ناض فرحان من بلاصتو ومشى جهه خوه فرحه، الله يحفظك ليا يا الخابه، غدا نمشيو نخطبوها. رقيه مرميقات غدا، ومالك على هاد الزربه ياك ما حامله قبل الزواج؟ الوالده على الشيطان، اعرض الناس خط احمر. ما قصدتش هكا، شارت لرضوان كيخلي بنادم يهضر يهضر بلا هواه. شي الوالده ما نار رهانية، نية ديال الله، شوفي هاد تحمقي عليها شحال، وانا كنتبعها بزز باش بغات تهضر معايا، ومني هضرات معايا قالت لي اجي لدارنا، ما عندي ما ندير بالدرهم في الزناقي. رقية ميقات وقلبات وجهها غادية في حالة، دابا نشوفو هاد النية كيف دايرة. رضوان بصوت عالي، والحنانة والحنانة وجدي لي راسك، غدا غادي تمشي تخبي لي لالة البنات، والله امي حتى نية. حي شعبي، حي الرحمة، شابة في مقتبل العمر شعرها الحريري طويل
واصل خصرها ملامح البريئة بعيون واسعين رموش كتيفة ومشفرة خدود عاليين حميمرين شنيفات مني فخين بطبطين ملونين بأحمر شفاف اللون الزهري الفاتح فرنتها من حوتة مع مؤهلات واضحة أي حاجة خصها تكون فيها كاينة في بلاصتها واقفة قدام بوطاجي كتغسل في الموعن وفي جنبها بوطة صغيرة محطوط فوقها طاجين متوسط الحجم. كملت المهنة اللي قدامها ونزلت تفاصل هذيك الطويجون وقالت وكتشوف خالتها اللي كانت جالسة في كرسي وشادة الشيشة قدامها منغمة معاها. كانت مرة في أواخر الثلاثينات ولكن بقى شادة في راسها مهلية في راسها مقطعة الشعر كاري مطلوق باقي فازق شوية ومصوبة وجهها تعديلة خفيفة الضفرة مصبوغين ومبرودين. قربت عند الشابة كتهضر بصوت مرتفع وصاحبتي وعيقتي وكتشوفي الطاجين نشف وما تحركتيش من بلاصتك انا تجيبي بعدا الخبز. رحيمة برود صاتت الدخان من فمها وعينيها حمرين تحليك الفم اليوم نهاري ديال الروبو ونوض نسخر عليك من نيتك. انا اجيت من الحمام شافت في طفرانها ورجعت علات في عينيها وزيدون اللي دار شي حاجة يكمل اليها ولا لا وحتى انا يلا جيت من الخدمة واخا هكاك قاديت هالطاجين كون بقيت معولة عليكم بقينا بلاش. طلعتها من راسها رجليها ساندويتش فايتني من ليها اختي فهمتي لا ضربيش حسابي واري باش نجيب الخبز. هزت حاجبها سيري في حالك كل نخسر معاك الهضرة لا انا حياتي كاملة وانا هزك نسيت نهزك حتى وانتي خدامة. اسماء ميقاتها ايوا بازي يا اختي غنهضر معاك تخرجي في عينك تجبدي سنين ضايع راه غير حشين نعرف اللي كنشد من هاد الخدمه سالات في الاول ديال الشهر راه كندي باني وخلاص بركه من الشكاوي بنت لك انا خدامه في لاناسا ولا غالصالون. سهلتي الصالون في حي الرياض ايوا بصحتي حسبي لي الداخله والخارجه مصابها مدبر على شي فيكتيم يكون بوكو حبوني ايش اميره مع راسي. ضحكات اسماء هاد الساعة كنت لاقا وغا معوجوه الزلط فهاد الحومة انتي شوية بعدا كتمشي لحي الرياض انا فهاد الحضانة نحسي يا اختي واحد لي نهار مشيت لواحد الكافي غا شافني تبعني وعرف الدار من تما هو تابعني مرة يجي الى رجلي مرة في الحديدة بين ماشي حتى ديالو بزز باش هدرت معاه. ضحكت بالاستهزاء قلت لي انا غنية بغيتيني نجي لدارنا باش نتفك. ضحكات حتى بدات تكحب ونية اش من نية يا اختي ما شافوكوش انتي كتلوزيك الحنش كون درتي غير شيخه وهنيتي الوقت جالسه تخدمي في الحضانه تمسحي دولاد عباد الله. حركات صدرها كتشطح حتى ولا كيتزعزع فايد بخيوراتو ما كرهتي يا اختي الشطيح عندي في الدم. راحي ما خشات يدها في جيبها وجبدات الفلوس نهاكي شدي جيبي الخبز شداته من عند واخ لبست بين وراها فوق بيجامتها وبانطوفا في رجليها ومشات للمرايه اللي جايه جهه الباب لاصقه في الحيط شافت راسها كانت هي هذيك. عاودت تحكير اخرى للشفيفات وقادت شعرها وخرجات كتزرف خطواتها خدات الخبز وتما تراجع كان هو يلا وقف باللوطو ديال خوه من اللي تبعها وعرف دارهم وهي سلبة ليه العقل حتى قرر يخطبها. رضوان طل من اللوطو منار منار زاد في صوته ومنار والو لا مجيب هبط وتبعها حتى وقف عليها منار. اسماء شافت فيه عقلاته قلبت عينيها وتمتمات بتصنع قلب عينيها خويا هضرت معاك قلت لك انا ماشي ديال هاد الشي. رضوان كيتفحص ملامحها باعجاب منار انا باغيك الحلال وعارفك ماشي ديال التفليه. اسماء خرجت في عينيها كيفاش الحلال كتضرب الصح ملي شفتك وانا مسلوب بك اعطيني فرصه نهضر مع عائلتك غدا نجيب امي وخويا نخطبو فيك. طلعت في حاجبها وانت فين خدام بعدا؟ رضوان تصدر شي انا وخويا عندنا قهوه معروفه في حي السلام وازيد عليها مخبازه والفوق كاينه دارنا تبارك الله كبيره نسكنوا فيها مع خويا ومرته امي انا ما كنش نسكنوا بوحدنا ولكن كاينه دار خويا دار اخرى كارينها شادينا شي ثلاثه الناس تقريبا بثلاثه طبقات يعني ما تخافي والو الخير موجود معايا تعيشي كالاميره سرسب ليها كلشي في ضربه. اسماء بدهشه تبارك الله ما شاء الله مزيان ما تقولش لي هذيك القهوه اللي شفتيني فيها نهار الاول هي هذيك دورتها فراسها وقالت وفوقاش تجي تخطب؟ هو بفرحه قلت لك غدا ديجا علمت الدار
نيمات عينيها فيه. لا غدا تالسبت نيتني علم خالتي، وانا غدا اصلا قدامه. هو بدون تفكير غير خرجي منها، انا نهزك اللي حليتي عليها فمك توجد، نحطك فوق راسي غير تكوني ليا. هي بدالح متطلباتي كثيره تقضي عليهم زعما. هو مسلوب في الجمال ديالها وحركتها وكل شيء، وداك الغنج ديالها غير امري يا لالا. وانا نغامر كتشوف فيه كيف كيهضر وكيهتهت بها. قالت هذه دجاجه بكمونها، المهم نخليك دابا تعطلت. دارت غدا ورجعت شافت فيه، فكرني في السميه ديال القهوه ديالكم، مقهى السلام معروفه، راكي تقهويتي فيها. تفكر حقا ما نار عطيني نمرتك. شافت فيه بتمعن وقالت انا اسماء ماشي منار، ما كنبغيش نقول سميتي الحقيقه راك عارف. معليش بحال منار بحال اسماء. جبت تليفون اخر موديل واخدو لي خوه ومدو لي قيدي. ضحك وعندك تعطيني النمره غلطه ولا حتى ناوي الحلال. تبسمت بزز وقيدتها ليه، وديك الساعه صونا عليها. جبدت تليفونها من جيب البيجامه وقيدت نمرتو. يلا بسلامه. كيف رنت فرحان كانه داير انجاز. صافي العشيه نصوني عليك نرصيو الامور. حركت راسها باه وزادت غاده. اسماء الا قررت شي قرار ما كتندمش عليه، عادي ممكن تجرب اي حاجه جات في بالها. ممكن شخص اخر يتعرض عليه الزواج من طرف شخص ما كيعرفوش ويجلس ويفكر ويخمم عادي ياخذ القرار. اسماء لا العكس تماما وابدا. واش تلقايها كتستشار مع شي حد اللي فراسها كديرو، تعلمت تعتمد على راسها. حيت بكل بساطه لقات راسها يتيمه من الام، وبقات مدة وهي عايشة مع باباها. ونهار اللي تزوج جا حطها عند خالتها وجدتها بلا ما يعقل عليها ولا يعرفها أشخاصها. من موراها بقى غير شوية وماتت حتى جداتها هزاتها خالتها بسنانها. وقع حتى خالتها صغيرة ما تخلاتش على أسماء، داكشي علاش عزيزة عند خالتها وتفديها بروحها. طلعت للدار غير دخلات وهي تقنتش فيها رحيمة. ياك ما جلستي طيبي معاهم الخبز أختي، لقيتي اللي تسخر عليك وكتهضري. وهزي غير الطاجين حطيه فوق الطبله، وراه برد داك الطاجين. هزاته وحطاته فوق الطبله وجلست فراسك جاو فيا الخطاب. ياك ماشي مزلط من هادو، كتعرفي قهوه السلام اللي في حي السلام؟ معروفه كنت خدامه فيها شحال هادي ملي كنتي تقراي. راكي عارفه خدمت في قهوه قبل من الصال، ولكن يا بنتي على ما في راسي خونا مولاها مزوج ونيت غا مؤخرا كانت عشيرتو كتعشقو كيعشقها. هزات حاجبها، يمكن هذا خوه. سميتو حميد بوغوس، ما كايناش بنت المراه اللي تشوفو ما تطيحش فيه. ولكن هو كانت سالباه واحد خيتي وراها صبرات معاه كان لا شيء. ويا اختي خدم وردم وجمع الفلوس صحاح ودار مشروع هو وصاحبو، ومن بعد ما تفاهموش وخدا حقو وزاد جمع الدار ديال جمع ودار ديك القهوه. وكل مره كيزيد حاجه راه عنده حتى مخبازه. بون قالها ليا، المهم انا قلت ليه يجي السبت حاولي تاخدي روبو. غير اجيب خد روبو وهادنا اللي واخده. اسماء جمعت يديها من الطاجين وشافت فيها، ديري راسك مريضه صاحبتي، دابا نشوف ما نخليش حبي نهار خطوبته بوحده، اكيد نكون معك. جمعه سيري ضربيها بشي تحميمه مقاد لك الشعر، ويلا تشري شي بيجامه تكون زوينه. اسماء ابتسامه يخلي لي الزين ديالي. دورت عينيها في الصاله اللي كانت مفرشه فراش بلدي متول، كيف علماتهم الحاجه جدت اسماء وماما رحيمه. تتوال وخا جايه دار في حي شعبي فيها غير صاله وبيت، الا وان النقا تبارك الله كيشعشع منها. رحيمه غدا غتجي من الخدمه ضربيها بتخميل على هاد البيت. هزات فيها حاجبها، راه انا العروسه يمكن وانت تمشي لدار راجلك عاد تولي عروسه. ويلا خمنا صاحبتي انا ضيت تقعدي، انا راه ما نرضاش بالناس، انت راك بنتي الكبيره. وبلا ما ديري اللي فيها وجع التراب نادس، ولكن حبي راك في القلب. رحيمه ضحكات، سيري قواد غوادالوبي سيري اجي بعدها. البوشونات تقتيها ولا باقا نتشوه مع النساب؟ باقا يا اختي كوني هانيه، السروال غادي يخرج. لحد الساعه ما تلاقيتش باللي يستاهلها، ولكن كنأكد ليك كون قبل تلاقيت مع شي واحد اللي حبيتو نتاري هانيه. الدوده ام الاربعين يا بنت الحرام. ضحكت على كلام خالتها ومشات حطت داكشي في كوزينه ومسحات الطبله ورجعت جلست حداها. رحيمه قالت اسماء وهي شاده الضحكه، بغيت نجرب الحب وقلبي يدق لشي واحد ونعيش معاه لاموخ. الا كان مكتاب ليك واخا، ولكن الا ما كانش مكتاب ليك غادي تعذبي بزاف. خليك غا في هاد العريس الغفله وحسن ما تبغيش، ما تربيش الكبده يا الحبيبه.
صراحة هذا بالنسبة لي غير زواج مصلحة وخلاص. ملي نوصل داكشي اللي بغيت غادي نسوسو. كنتخيل راسي كنبغي شي حد غادي نتبهدل، حيت كيف عرفتي حنا التريكة ملي كنحبو كنتهدو بالحب. شوفي حالتك كيف كتنهدي، ضحكات الضحكه واخا قلبها ما عالم به غير الله. اودي نزلت عينيها الارض وقالت بحزن، الحب صعيب اسماء، صعيب كيجرح. اجي هذاك خونا الشماته من الاخر، حيت ملي مشى لبرا قلب عليك بلا ما تبقاي تقولي لي حقا مكذاب وكذا. صافي نسي رحيمو، راكي صغيره وباقي تجيبي سيد سيدو وبلا دراما. الله يرحم باك، اصلا غدا ضحكاش من حب ولا زبن. ضحكات تاني وقالت ولكن راه بغيت نجربو. شتي نهار طيحي في الفخ ديال الحب غادي تعرفي باش كنحس دابا. تكوني قافزه حتى تعياي، الحب غادي يخورك يخورك. نادت من حداها، نمشي اختي نرتاح ليا شويه، غسلي حبي الماعن. راحي ما خرجت في عينيا، نغسلك انتي اللي ما بعدتيش مني. ضحكات ومشات من حداها كتلوز. من بعد ما اتفقت مع رضوان واكدت عليه يوم سبت الخطوبه، خملت الدار وشرت كل حاجه تخصها لي شفايق الفرحانه. وهاد الخطوبه عندها مع حبيب قلبها اللي كتعرفو سنين، ولكن كان العكس، ما كتعرف عليه حتى شي حاجه من غير انه عنده قهوه على حسب ما قال لي. هادشي اللي خلاها زعما تزوج به، الطمع اللي خلاها تاخذ قرار بحال هذا، رغم انه ما دخلش على علاقه عاديه، هذا زواج خصو المعقول. ولكن اسماء تفكيرها في الساعه كان فقط على تغيير وتهيئه العيش ديالها. ما عرفش بان حتى رضوان عايش فقط على رزقه، وحتى الخدمه مع اخوه ما كيخدمش عزيزه عليه الحاجه اللي تجيه بارده وما يتعذبش عليها. ايوا بحال نقولوا تقول بس الطماع كيغلب عليه غير الكذاب. جالسه في ديك الصاله متواضعه، ولكن كيف ديما نقيه ومتوله كلشي مقادوه. هذاك رقيه كانت جالسه على الشوك وغير كدور في عينيها وتشوف القناه. الجو كان مكهرب من غير رضوان اللي كان كيفرنس وعاجبه الحال، وعيني غير على اسماء اللي لابسه بيجامه لاصقه عليها، مصوبه شعرها وجهها كتبان مسراره والخدود حميرين. حميد قال شنب مرتو اللي حتى هي مغوبشه ومعجبها الحال، تقول جايه تخطب لراجلها، كتشوف راسها عايشه معاها عجوزه وخو راجلها. وتزيد حتى هادي عينيها كتمشي ما بين اسماء ورحيمه اللي كتعرفها وعمرها هضرات معاها، مي كانت كتشوفها في القهوه عند حميد شحال هادي. علاقتها هادشي صراحه زاد على الصباح، حيت رحيمه عاطيه الحين ودخلها السم والغيره كتقلي فيها. ممكن قبل كانت بيناتهم خدمه، ولكن دابا راه قربات، بداو يدخل لها الوسواس. رضوان شاف خوه كينبهو، هضر حميد انت في مقام با دابا. رقيه صادت بغضب. اسماء جالسه طالقه زينها وعجبها راسها وحاطه رجل بالنخوه وشعرها مسبسب موراها عاطي العين، سالبه وساحره. حميد وجه النظر ديالو ليها، كيف قال لك خويا جاي باغيك الحلال، كنظن نهضر معاك في هاد الشيء. المهم شحال طالبه في صداقك؟ اسماء دورت شعرها الجهة الثانية حتى عنقها بان، وبانت البيوضة اللي فيه، الشيء اللي خلى رضوان يسافيها. اما حميد توتر من المنظر وقلب وجهو هادشي لحظات، ومرتو تغدات في الداخل ديالها. اش غادي نقول لكم نتوما وجودكم انا ما نتشطرش، راكم مالين الخير؟ جاوبتها بغضب رقية وبين واضح في نبرة صوتها، باين احنا مالين الخير والخمير، ولكن تكيسي على الولد راه ما. قبل ما تكمل تدخل رضوان مقطعها بحدة، الوالدة بيني وبينها صافي خلي خويا يهضر. رقية خنزرات فيه قلبت وجهها كتصوت. ابتسمت اسماء باستهزاء وقالت باصطناح، رضوان ما تقاطعش خالتي في هضرتها، هي مولات الري والشوار، واللي قالته هو اللي يكون. انت دابا في مثابة الام ديالي الله يرحمها، وكلامك على راسي بعيني. رقية شافت فيها ودورت وجهها بلا ما تجاوب. حميد تدخل كيحنحن، المهم اختي قولي لي شحال طالبه. اسماء شافت في عينيه بلا ما تنزلهم حتى نزلهم هو مشتت نظره. ما مربينيش والديا باش نتشرط على الناس كيف خلط ليك نتوما والجود ديالكم، على خاطرك المهم يوم العقد شدي صداقك. الله يكمل، نقراو فاتحه بسم الله. قراو ديك الفاتحه. رحيمه غير كتشوف ما لقات ما تقول، واصلا صدمتها اسماء بهاد التصرفات، وهي عارفه اصلا بنت اختها علاش غادي تزوج، اصلا الفلوس هما الاول، كيفاش خلاتهم اللي يختاروا؟ رضوان فرحه. المهم نوصيك اسماء وجدي وريقاتك ما تعطلوش. اسماء ابتسامه مصطنعه، واخا ان شاء الله خذوا ما كليتو والو الحاجه، خذي مرحبا بك. رقيه قلبه وجهها لا في السكر الحلوه بزاف ما مزياناش ليا. ناض حميد قد حوايجو بزعات ومرتو، ونخليكم الله يكمل عليكم حتى تفاهموا على يوم العقد ويكون خير ان شاء الله.
رضوان ما لقى ما يقول، ما كرهش يزيد يجلس، ولكن ملي نادخو ما جاتش يقول ليه نزيدو نجلسو. وقف حتى هو وتسلموا معاهم ونسحبوا، خرجوا من الباب خلاو رحيمه مغصفه عليهم. تفو على التريكه، حيدي غا حميد. اسماء برود، خليه محسبت لهم سهله ليهم، غادي نضرب حسابهم بالبارد حتى تجيو من الشلطه. نوصل لي بغيت نسوس عليا الزبل، شكون يديها في داك المنونخ ديال ولدهم؟ بازل وجهك يا اختي، ما فهمتش علاش تحطي راسك مع التريكه، ولا بكل ثقه كتقولي لهم تمام مالي الخير؟ ما فهمتكش، كان عليك تقولي شي صداق ما دايرش. لا سكسات ورجعت قالت من بعد، ما قادت جلستها، انا خليت الكره بين يديهم باش يعطيو اكثر ما غادي نطلب. كديري فيها فهيميه بزاف، دابا تخوري شي نهار كيف قلت لك، يا الحب يا الطمع. من نيتك رحيمه، زعما انت حسن مني ملي كتقولي لي بغيت واحد بوك والعاقه؟ شنو زعما هذاك ماشي طمع؟ كلنا في الهوا سوا، كلشي كيبغي يعيش فوق السلك ويلعب بالفلوس. بركه ما دير فيها زعما الشرف والعفاف، بزاف ديال البنات كيتزوجوا غير باش يخرجوا من الميزيريه، وشحال من واحد كيتزوج بوحده خدامه باش تخدم عليه. حيدي عليا من الزواج النيه، مشى مع امها ليها رحيمه، قليل قليل في القليل اللي باقى فيهم النيه في هذا الوقت. رحيمه نادس من بلاصه عندك الحق، ما كدرتي في هذا الشيء اللي قلتي، المهم حدي راسك والسلام، ما تطيحي حتى تعرفي مامن. رحيمه كيعجبني نطيح نجرب، واللي قال لي بالي نديرها، مثلا ما صدقش هاد خونا يصدق واحد اخر، ويا غدا فين كاين المشكل؟ المشكله حبي هو نهار اللي تطيحي على زنافرك وتبغي شي ولد الحرام ويجرجرك. هزات فيها اسمع حاجبه، علاش غادي يجرجرني؟ علاش انا ما عندي كرامه؟ وليك ما كان بان لك حماره. تنهدات، للاسف حبيبه قلبك كيولي متحكم فيك. رحيمه حبي ما كنحبش نشوفك بحال هكا مدمره، نسي الزمر. دارت غدا جهه الباب عيط نمشي للبيت، جمعي هادشي ما تخليهش. اسماء تنهدات، واخا كوني هانيه سير ترتاحي. ملي مشات رقيه من عندهم، ملي مشات رقيه من عندهم وهي كتنقر الليل مع النهار، ما حملاتش اسماء وما ترطات لهاش، كلشي موجود، بقى فقط يمشيو عند العجدول ويقادو ورقاتهم وتكون الامور على ما يرام. ولكن عمرك تعرف ربي اش مكتب عليك، ممكن الفرح يتقلب القرح في رمشتين، وهادشي اللي طرا معاهم قبل يوم من عقد القران، طرا شي لم يكن في الحسبان. تاحد ما عارف المكتب ديالو، تاحد فينا ما عارف شحال باقي ليه في عمره. كنا عندنا وقت محدد لينا في هاد الدنيا، والله في خلقي شؤون كان ناعس حتى قد العصر، الشي اللي خلى رقيه تمشي تفيقو منزعجه من هاد التعطيله في النعاس اللي دا اليوم مجدى ليه محاضره عليها. ولكن الصدمه هي ملي مشات تفيقو، لكن ما كانش من طرفه، هي تزعزع وتنادي عليه ولكن لقاتو جامد في بلاصتو. واللي صدمها اكثر انه كان بارد كيف الثلج. هنا كيف كنقولوا طاح ليها الماء في ركابي، كانت صدمتها قويه ما تقبلتهاش وما دخلت لهاش راسها. كيفاش شخص صغير مازال ما شاف ما تشوف يموت بهذه الطريقه؟ اللي ما عرفاتوش هي ان الموت ما كتختارش كبير ولا صغير، كل شيء باجل، كل شيء بوقت، ما تزيد عليه ما تنقص عليه. الدار عمرات، واللي كان جاي معروض الفرح ولا جالس كيعاون في جنازه العريس اللي وصل اجله وداه ربي لعندو. هز حامي التليفون خوه من بعد ما تفتفن وداه ومشاو مع الناس حتى ظلام الحال. قرر يهضر مع اسماء ويتصل بها باش يشوفها، ما جاتش يخبوا عليها موضوع بحال هذا، وما غدا كانوا موجودين العقد ديالهم. الو اختي انا حميد، سمحي لي كنتصل بك في هذا الوقت، الا ممكن جاي عندك لتحت داركم نهضر معاك. ماشي مشكل، ولكن وقع شي حاجه؟ شفتك تنصوني عليا ما عند رضوان. سكت شويه كيفكر واش يقول لها، غير هضره في التليفون. هادشي ماشي التليفون، المهم جيو نهضروا. باستغراب، واخا اللي بان ليك مدة قصيرة كان حدا باب دارهم، نزلت عندو بجلابة لاصقة عليها وشعرها كيف الآدة مطلوق، فتح اللوطو طلعها من راسها رجليها بنظرة شاملة، تعلت في حاجبها، حس براسو عيق تنحنح وقلب توتر. طلعي نحيدو من هنا، لاحظت نظراته ليها وضحكات في نفسها باستهزاء، ركبت جنبه وريحتها انتشرت في المكان مخلطة مع ريحته الرجولية. شفت فيه، مدت يديها سلمت عليه وبعدت يديها دوزت شعرها الجهة الثانية حتى بنت نسلة خفيفة مزينة عنقها. ركز على عنقها بلع ريقود ورئينيه ونطق صايق من بعيدين على حومتها. فضل الجنازة بداو كيفرقوا الكسائي ديال الكسكسو على الناس، واقفة غيطة مرات حميد حاضية الطيابة واقفة على كل حاجة. جبدات تليفونها كتصوني وتعبت على حميد ما جاوبهاش، بانوا الملامح الانزعاج على وجهها. خرجت من الكوزينة ومشات عند عقوزتها اللي لقاتها مازال على نفس السيرة ديال ولدها، للأسف ما خلاته حتى ينشف قبره، وبدات تعاود عليه لأنه كان فنيان وعيات تقول ليه خدم. جاتها بحال حماق، تحس واحد آخر مرة مشات ليه كبتو آخر حاجة يهضر فيها هي جبد عيوبه.
غيتا نزلت لعندو من رقية. خالتي فين حامد؟ عيط نسوني عليه العشاء بدا يتفرق. رقية جاوبتها بصوت مرتفع: الله اعلم، باش غادي نعرف انا؟ هذيك المنحوسه ديال خطيب رضوان ما جاش تعزي؟ ميقات عقوس ساحت هي هضرات بشويه، ورقية جاوبتها بالغوات وكلشي سمعها. ايوا علمتوها بعدا؟ راه خاصنا نعلموها، راه كان العقد ديالو مغطى. تفو على كنس قصيف، اجليها كيطير البقر، طيرات لي ولدي. بدات تشوشويش بين الناس كيشوفوا فيها من اللي جاو وهي كتهضر. واش هذا هو قلب الام اللي كوي على كبتو؟ اقصى من قلبها ما كاينش. غيتا ما بقاتش قادره تستحملها، زادت غدا في حالها. رقية قالت بخفوت، الوحده كانت جالسه حداها من الاقارب ديالها، حتى هاد مرت حميد فنيانه وما فيها نفع، ملي دخلت ما شفنا ربح. تدخلت وقالت: لا واه لا واه رقية، ملي جينا وهي واقفه على الشده والفاده وتبارك الله عليها ما عندنا ما تقولي، وسكتي شويه، الناس كيشوفوا فيك شوفه ناقصه، راه ولدك اللي مات رقية وانت فمك والو ما كتسكتيش. خنزرات فيها: ايوا شنو نقول لك، ما بقيتي كتحشمي، خرجتي فيا طول عرض. قلبت وجهها الجهه الثانيه، دارت يد على يد وسكتات عاقده وباشتها. رجعت غيتا كتصوني والو ما كيجاوبهاش. وقف اللوطو في بلاصه قريبه شويه لدارها، حيدت اسماء الصمته كتنهد. اوف قنطاتني، دارت لعندو هزات رجليها، طلعت وحده فوق الكرسي حتى تعرف شويه من سيقانها البويض مطبزين. كانت لابسه شيب شيب بانو قدامها نقيين، ورجعت شعرها اللور شافت فيه. ويا حميد اش واقع؟ حميد شاف فيها وبلا هواه، نزل عينيه شاف رجليها وقلب وجهه ثاني، رجع شاف ليها في وجهها، وبلا ما يحسها في الملامح عيونها مجبدين، فمها صغير مجموعة كيبان مثير، حنيكاتها الموردين، شعرها مسبسب طويل ورطب وقصيصه طايحه على عينيها، وكل شويه كتحاول ترجعها ورا ودنيها. سهافيها في الجمال ديالها بلا ما يحس. هادشي اكيد لاحظته اسماء، ما يفوتش عليها بحال هادشي. ضحكت بالسيزاء في خاطرها، حطت يديها على وجهه بجرأة حتى تفزع وتزنق: مالك سيدي؟ بصوت رجولي: اسمحي لي سيد اسماء، ما عرفت منين نبدا ليك الموضوع. شفت في عيني، خلعتيني، شنو كاينه حميد؟ غير قول. شدت لي في يدي كتحاول تاثر عليه، شنو قول لي؟ حميد لمسات يديها حركاته، ما فهمش كيفاش يفسر هادشي، كيفاش كيسافيها، كيفاش هاد اللمسه؟ ياك هو جاي يعلمها بموت خو، اش كيخربق؟ هو راجل مزوز وجد عليها حبيبة قلبه لسنين وكيتمناها، كيفاش هاد المرة حركات فيه هادشي؟ ما عرف يبعد ولا يتما هذا كثر ويزير على يدي، وهادشي اللي دار بلا ما يشعر زير عليها كانه مراهق. امروا المسيد انت من قبل، مغمض عينيه وقال بصوت مبحوح: اسماء، خويا رضوان مات اليوم. حل عينيه كيتسنى ردة الفعل ديالها، تصدمات من الخبر حقا، ماشي حيت بقى فيها رضوان اخر همها، ولكن خبر الموت اي انسان كيف ما بغى يكون نوعه كتاثر عليه كلمه الموت. كيفاش شخص صغير في داك العمر تعرف رمشتين؟ رضوان مات؟ اه مات. اسماء سهات شويه كتفكر في هادشي، ولكن ما طولت، بسرعه فاقت من صدمتها. وما تكونش اسماء اللي ضيعت فرصه بحال هذه، وفكره جات في بالها واكيد غادي تطبقها قبل فوات الاوان. بدات كتبكي وتلاحت عليه معنقه خاشره صافي عنقه. ما يمكنش ما يمكنش، كانت فقط دموع التماسيح خرجوا بكثرة، كأنها فعلا كتعز على رضوان، كتعزيه زعما. مسكين ما شاف ما تشوف، اش هاد الزهرة سيدي ربي، نهار بغيت نفرح براسي ما كتب عليا. زيرت عليه معنقة حتى تلقى صدرها مع صدرو، الحرارة طلعت معاه بالخصوص شفايفها اللي في كل مرة خرجت كلمة كتقسى عنقو. بعدات عليه كتمسح في عويناتها: ما عندي زهر، ما عنديش. هز عينيه فيها كيشوف فيها، أكيد رجلته تحركات من اقترابها، ما عرف باش تبلى لهالدرجة هو ضعيف قدامها. قال بصوت مبحوح: صافي اسماء، ادم كتب الله. حطت يديها بجرأة متعمدة فوق رجليه قريبة، ضربوا الضم اللي لمستها، ما بقاش صابر عليها وعلى حركتها، ما عرفوش متعمدة ولا بدون قصد، اللي عرف دابا هو باغيها. حركات رجولته بشدة، رققت صوتها كتمسكن: معليش. طبطبت عليه وتنهدات: هذا ظهري، واخا عائلتي غادي تشفوا فيا ويقولوا منحوسة. دبلات عيناتها بحزن مصطنع، ولكن صبر بلا ما يحس على تصرفاته، حيد حتى الصمت وزاد مقرب منها، بعد ليها الشعر لعينها: صافي صافي عافاك، ما نبغيش نشوفك هكا. واش كنتي كتبغي رضوان؟ بمكر وبدون تردد: ما نكتبش عليك، لا ماشي حب بيناتنا، غير بغيت ولد الناس اللي يكون بيا، عارفني انا وخالتي وحدانيات، وعييت وتقرب، بغيت راجلي نتسند عليه. سكتات وكتنهد وتدور عينيها بمكر ومتبعها، بلات شفايفها بلسانها مدوزها بحركة مثيرة للنظر، ولكن حنات عينيها مصطنعة الخجل.
من ديما نسلي في بالي في خيالي كي كنت مره كنمشي للقهوه ديالكم غير باش نشوفك، ولكن انت عمرك انتبهتي ليا. رجعت خطفت فيه الشوفه كدور في عينيها وتغريب فمها اللي كل مره كتعدو كدلي شفايفها. ملي شفتك اول نهار سكتات كتغطي عينيها بيديه. اش كنقول انا، انت مزوج وانا كنخربق عليك بحزن مصطنع. اسمح لي، يلا مشي. ودورت وجهها بسمه ابتسامه جانبيه ما قصدتش. تصدم من كلامها وفي نفس الوقت حس بالفرحه في الداخل ديالو. ابدا واش ينار فكر يزيد مرة ثانيه لغيتها كيفاش تبدلوا المشاعر ديالو في جلسه واحده معاها. اصلا ما يمكنش هذا الشيء كان جاي باش يلمها بمدخو حتى لقى راسو منجرف بمشاعر كبيره. ما فهمش كيفاش طاحوا عليه بدقه واحده. تنحنح اسماء واش هاد الهضره بصح، ما كتبغيش رضوان؟ نزلت عينيها كانها خجلانه من كلامها اللي قالت. لا حميد ما كان بغيش، وما زعما يلا تلاقينا، زعما ما بيناتش شي حب. انا كيف قلت لك يا حميد، انا بغيت غير راجل يكون في جنبي ويحس بيا صراحه. قال ليها ما عرفتش اش غادي نقول لك يا اسماء، ولكن غادي نقول ولي ليها ليها تزوجي بيا. اسماء دارت عنده مخرجه عينيها، ماشي حيت صدمت في كلامه ابدا، كانت متوقعه غادي يطلب منها يا اما علاقه سريه، مهم ماشي زواج ماشي بهذه السرعه. بصح كيفاش دارت راسها تلفات، ولكن مرتك وعائلتك اكيد ما غيتقبلوش هذا الموضوع اللي تسرعتي له. سرح بتفكيره بصح نجارف وبدون تفكير في موقف مراته. قال هو متأكدش من كلامه، غادي توافقكوني هانيه وانا اللي كلمتي كدوز في ديك الدار، ما عجبو حال راك عارف الباب. المهم يلا ترجعي لداركم تعطلنا من بعد ونهضروا، تزيدي تفكري في الموضوع، انا بغيتك بصح. اسماء بمكر، واخا صراحة تبارك الله عليك وخلاص ولد الناس، حتى انتي بنت الناس اسماء وتستاهلي راجل يتهلا فيك في حالي انا. هز يديها كتحسسها بين يديه، قبلها قبلة خفيفة وعينيه في عينيها بسميل بعدهم نعيشك ملكة. مسافة ديال الطريق وكان حتى قدام باب دارهم كان سقيل والظلام والليل، راه حس ان ملا ما كدورش. وماشي اسماء اللي تخليه يمشي بلا ما تخلي ليه سوفوني اللي تفكرها به. قربت ليه كتشوف في عينيه بنظره مغريه، تقلت حركتها وهو اسير تحت الصحراء جاذبتها، تشوق بطريقه اللي كتقرب منه تشدت اللهفه ناحيتها. ظن غادي تبوسو من الطريقه اللي مقربه ليه بها، حتى وفجاه بعدات شويه وبسو جنب وطولات مخلياه يتشوى على نار مهيله. بغات تراجع لورا تبعد منه، ما حس على راسو غير مدور ليها وجهها شده من عنقها وباتها مغمض عينيه. ضحكت في سرها كأنه هو مراهق عمرو قاش شمرة. أسماء شافته غادي يخرج على السيطرة وهي في حمتها في أي لحظة يخرج لمجوى واحد، بعدت راسها بصعوبة. هو استدرك الوضع والموقف بعد راسه اللور وكي قاد جهت راكم فاهميني. أسماء بصوت عادي مغري، ما صحيتش بك واسمح لي ما قصدتش. عينيه دبلانين بصوت مبحوح، حتى انا ما سخيتش بك، انت اللي سمحي لي ما شعرتش براسي. المهم طلعي دابا الليل هذا، هي مرتك عندي غادي نتصل بك باش ناخد بك ونجيبك لداري. تصبحي على خير. تصبح على خير. نزلت كتمشي بشويه عليها حلات باب الحديد، بقى واحد حتى دخلت وفتحت باب الدار ولقات خالتها جالسه كتسناها. وفين الشريفه؟ تعطلت ياك، ما بان ليك في حميد بغيتي ديري التعدد. بحال داكشي رضوان مات حبي وغادي نتزوج حميد. اويلي كيفاش مات؟ واش قلبتي عليا غادي تزوجي حميد؟ ومات صاحبتي، مات بصح رحيمه بحزن، مسكين يا اختي وباقي صغير، كيفاش بلانك مع حميد؟ اويلي انت راك وليتي كتصدميني يا اختي. درت غير شويه ديال الخطط ديالي وطح في الشبكه بالزربه، وانا براسي ما فهمت والو. كتقلب عينيها بفخر، ايوا وطلبني الزواج. ضربات رحيمه على فخادها ملي تفكرات مرتو. اويلي الزغبيه مرتو دجاج لطق ليا، اويلي ما شغليش فيها تموت بسمها. واصلا انا ما مطولاش معاها، غادي نوصل لي بغيت نسوس ورا قلت لك شنو كاين، انا ما نقدر على الزواج اصلا. ما عزيتيهمش نو حبي، كنت غادي ندخل عروسه عليهم، غادي ندخل عليهم عروسه ثاني، غير دابا النيفو طالع شويه، غادي ندخل مع ولدهم الكبير. هزات يديها حتى على راسها، ربي الحبيب ربي نخرج شويه من الميزانيه نعيش الحياه. بون وي حبي، تصبحي على خير. رجع حميد لدارهم راسو عامر تالف، ما عارف كيف وصل لهادشي في اول لقاء ليهم ونجارف بهذه الطريقه. ديك القبله باقي ما دقها فمه وخلاه تايه بتفكيره فيها، حتى وقفات عليه غير بغضب.
اويلي فين كنتي ما كتجاوبش؟ مالك على هاد الدخله بشويه عليك ما سالش التليفون اش واقع؟ والو سيدي ما وقع والو، غير غبرتي ولي الهدف كنتي والكنازه ديال خوك. شوفي غادي نجيك من الاخر، طالع ليا الدم في ما باغي شي حد لي مرضني وخصنتي. مشاو الناس الله يحسن عوانك حبيبي، غير خفت عليك وصافي. سير ترتاح، تقريبا مشاو كلشي، بقات غير ماماك وعائلتكم جهه ماماك. اوكي مشي نرتاح، ما تعشاش الا ما فياش. زادو خلاها واقفه في الصباح، يوم جديد. فاقت اسماء على صوت رنات الهاتف ديالها، حلات عينيها بزز كتشوف شكون. ظهرت نمره ما مقيداش عندها، جاوبت بصوت الو. صباح النور، باقا نعسه النعاسه. فرزت صوتو عرفات وتكسلات كتمدد بلاصه. كنت ناعسه، انت اللي فيقتيني. سمحي لي رجعت ناسي، ملي تفيقتوني عليا هادي مرتي. واش بغيتيني بشي حاجه؟ الصراحه كنت باغي غير نشوفك ونهضروا شويه، نفطر مجموعين. صافي غير ندوش نصوني عليك. مشات تفكير وسرح فيها كيتخيلها كدوشو على بلان، حتى سمعها كتعيط بسميتو على راسو كيحك رقبتو كيكبح هاد التفكير، وحشمن كانها سمعات اللي في بالو. صافي واخا بصحتك، بصوت محلون خليته يتنهد بالهواه. نتمنى هاد الخريجه تبقى ليا في بالي. تنهد وفهم قصدها، اللي حبات خاطرك تحضر غير تكوني ليا على خاطرك. ضحكات بدلع. عدات شفتها السفليه وتمتمات بماكر نشوفو يلا بسلامه. من بعد ما خدات الدوش ديالها على راحت راحتها، لبست كسيوه قصيره حد الركبه مع سنديله عاليه بسميطات، نشفت شعرها خلاتو على راحتو مطلق، وجهها دارت غير عكر احمر فقط، وهزت سويك وصونات عليه. هو ديجا ملي قبلت العرض ديالو وقف باللوطو قدام باب دارها، وخرجت ابتسامه لعندو من بعد ما علمها بلي هو لتحت. كانت غايه في الاناقه والانوثه، بلا طايته اللي كتجذب كل راجل عيني زايغه. داكشي انتهى بارز، كلشي كذا كلشي مقاد بلا ريحه، عطرها الاخاد والخاص بها. غير فتحت باب اللوطو طلعت معاه ريحتها اللي باقا من البارح في جيوبو في الانف متحيدات. شاف فيها مطلعه من راسها لجليها، طلعت حداه وتلاحت ليه على وجهه وبس في خدو وجهت في مو، دوزت يديها على خدو بصوابعها باغراء واضح، الشيء اللي خلى رجولته تتحرك بلا حتى شي مجهود. وديجا كان كيشوف فيها كانها وبلا قطعه قماش كيتخيلها. تخيلات تهيؤات جات في بالو، ما عرف تاني كيف يتصرف قدامها، كتذوبو وكتاثرو بمعنى الكلام. كيولي قدامها مراهق توحشتك بالعريق وغادي يطلطق، ما قدرش يصبر عليها، كيشوف فيها كيبغي يطلع عليها. القبله ديال البارح زارت خياله وباغي يعاود يجربها معها، قلب سخافت مشبع بشهوه. بغيت الطواليت، هزات حاجبه كيفاش قالت لي توحشتك، وهذا كان جوابه. دوراتها فراسها وشافت حالته وتعجبات، كيفاش كتقدر تسيطر عليه بهذه السرعه؟ ممكن مراهق يقدر يتحكم في راسو عليه هو قلب برود. واخا اجي معايا للدار. دورات راسها فتحت الباب، بقى هو كيقاد في سروالو كيحاول يخفيه. نزل حتى هو من بعدها غادي مراها وعينيه عليها كيف كتحرك يمين شمال. مشيتها كانت فتنة الله يستر، وفورمتها كانت عافية كتشعل الداخل ديالو. هنا تقاد صبره، ما بقاش قادر يزيد يصبر عليها. فتحت الدار وقالت مخرجاه من السهو ديالو. دخل حميد، دخل وسد من موراه الباب كيبلع ريقو. هي دارت كتنعت ليه، جيت التواليت شافتو ساكت ما كيهضرش، ورجعت شافتو وهي تصدم من المنظر اللي قدامها. وهنايا البنات كينتهي هذا الجزء من القصه. انا غادي نحاول دابا غادي نلوح لكم هذه القصه، وان شاء الله عاوتاني في الاشياء نلوح لكم القصه الاخرى. وما كرهتكمش كل وحده حتى نتوما تعطيوها حقها في لي كومونتيرات وفي لي جيم، وتقيموا ليا القصص واش كيعجبوكم واش ما كيعجبوكمش. يلا حبوباتي نخليكم على خير، بسلام عليكم.